سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. والحلقة دي هيكون معانا ضيفتي الأستاذة سارة اليحيى. زي ما وعدتكم المرة في الحلقة الماضية إن الحلقة دي هيكون فيها مفاجآت كثيرة. أولا قبل ما نبتدي الحلقة ونرحب ضيفتي، حابني أشكركم على رسائل وصلتني في الأسابيع الماضية. عايزة أقول إن رسائلكم بتشجعنا جدا، بتثرينا، بتخلينا نشعر بتواصلكم معنا وصلواتكم من أجلنا، وأيضا تساؤلاتكم والحاجات اللي بتلمسكم، يعني خاصة الحلقات اللي فيها حاجات بتخص حياتكم كعابرين بصورة خاصة. بشكركم على ده، وبسألكم أنكم تكملوا التواصل معنا على اليوتيوب والفيسبوك وعلى الواتساب أيضا. النهاردة عنوان الحلقة هو لماذا تركت الإسلام؟ زي ما قلت لكم ضيفتي هي الأستاذة سارة اليحيى. عنوان الحلقة أحبه أولا أنه يكون رسالة مستمرة من العابرين أو ممن تركوا الإسلام عموما. يعني إيه؟ يعني حابة أنكم تكتبوا لنا تحت الحلقة دي النهاردة، أو تكتبوا لنا رسائل خاصة على اليوتيوب والفيس والتويتر والواتساب، إيه اللي تقدر تقول أنه لذلك أنا تركت الإسلام؟ على مدى 500 وحاجة حلقة إحنا قدمنا لماذا يجب أن يترك الإسلام، لكن أنا عايزة أعرف منكم النهاردة لماذا أنت تركت الإسلام؟ عشان كده في الحلقة اللي فاتت الأستاذة سارة شاركت معانا مهمتها، معاناة المرأة وقوفها إلى جانب نساء في السعودية وحول العالم، مهمتها اللي بتقوم بيها كل يوم. لكن النهاردة هي هتقول لماذا هي تركت الإسلام، إيه القصة اللي هي عاشتها وعانتها اللي أنتجت تغيير قلب وتغيير حياة وتغيير مستقبل. كل واحد مننا عنده القصة دي، فأنا حابة جدا النهاردة أني أسمع منكم ده بشكل متواصل. ليه سبتوا الإسلام؟ لأنه كل واحد مننا ليه قصة وظروف خاصة، لكن كلنا دايما بنبحث على اللي يبنينا، اللي يجعلنا نتقدم ونكون أفضل، أو نبحث عن ما يخلصنا من ظلم نعيشه أو قسوة ظروف أو ناس في حياتنا. ولكن الأمور اللي تتصل بالروح، تعاملات الله معنا، هي الأعمق والأبقى. فمن حقك تقول أنا سبت الإسلام عشان الإسلام فيه ظلم للمرأة، لكن الله لما تعامل مع روحك عمل إيه فيك؟ تعاملات الله مع الروح هي الأبقى زي ما قلت. أنا سألت نفسي السؤال ده النهاردة وجدت أن أنا عندي أسباب كتيرة زي ما قلت لكم، لكن سبب واحد كان أعمق جدا وأوضح بالنسبة لي، وهو أني اكتشفت أنه الله كان بيتعامل معايا ويتواصل معايا ويرد على أسئلتي الشخصية جدا منذ طفولتي. أنا تركت الإسلام لأسباب كتيرة، لكن الأهم هو أني وجدت نفسي في مواجهة مع إله محبة، إله محب جدا ورفيق بيا جدا، وكان صديق ليا طول الطريق. شعرت بحضوره بصور خاصة جدا في رؤى وفي كلامه معايا، وأنا لسه حياتي يعني كانت لسه صغيرة جدا، 13-14 سنة. لكن ده اللي لمس قلبي، أنا تركت الإسلام لأنه لم يبنيني، ولأني وجدت أن الله يتعامل معي من خلال المسيح بصورة خاصة جدا. ماذا عنكم؟ أنت إيه؟ إيه اللي حرك قلبك لله؟ إيه اللي حرك قلبك لله؟ إزاي عرفت المسيح؟ وأعني في الأمر ده المواجهة مع نفسك أمامه، أمام الله. ماذا عرفت عن الإسلام ليجعلك تتركه؟ اكتبه، عايزة أعرف، لأن ده حيفيدك ويفيد الكثيرين. العقائد الإسلامية والممارسات الإسلامية في حياتك ليها تأثير، وحياتك ليها تأثير. النهاردة هنسمع قصة الأستاذة سارة اليحيى بصورة شخصية زي ما قلت.
فخلينا نرحب بيها دلوقتي ونقول لك سارة مرحب بيكي مرة تانية أو مرة رابعة I don't know، لكن مرحب بيكي دايما. انتي الحلقة اللي فاتت أثرتي في ناس كتير وفي أنا شخصيا، والنهاردة كلنا مشتاقين نسمع قصتك مع الله. اوكي أول شيء شكرا للاستضافة مرة رابعة أماني، وسعيدة جدا بتواجدي وظهوري في قناتكم. هالمرة راح تكون مختلفة عن كل المرات السابقة، لأنه كنتي تسأليني بشكل عام عن القضية اللي تبنيتها اللي تخص المرأة العربية والسعودية بشكل خاص. فالحلقة هذه راح تتناول جزء خاص مني، جزئي أنا سارة، من هي سارة وكيف عاشت طفولتها. فراح أشكر المشاهدين. راح أبدأ من طفولتي. أوكي. لأن دائما إحنا نبدأ من الطفولة لما نبدأ نتكلم عن شخصيتنا وعن حياتنا كيف بدينا فيها. أقدر أبدأ؟ تقدري. أنا بس كنت حابة أسألك الأول عن فيديو أنت حطيتيه قريبا، حطيتي فيديو لحرق الهوية وإحنا قدمناه في الحلقة اللي فاتت، بس كان في فيديو تاني برضو أنت حطيتيه أونلاين. أشكرك لأنك أذعتي ونشرتي بالحلقة، شكرا. طيب أنا عندي فيديو تاني الـ هي بطاقة إيه اللي أنت حرقتيها بقى المرة اللي بعد كده؟ الدفتر العائلي. قبل ما نحط الفيديو خلينا نقول للناس ايه هو الدفتر العائلي يا سارة. دفتر العائلة هو هذا كارت يكون فيه صورة ولي أمر العائلة كلها، ويكون موجود أسماء التابعين اللي يتبعوا له. فكان في فترة بالسعودية أن المرأة لا تملك حق أنها تفتح حساب في البنك أو تروح للجامعة، ولحد الآن ما تروح للجامعة إلا بإذن ولي أمر طبعا، لكن كان في فترة أنه ممنوعة تصدر بطاقة أحوال للمرأة السعودية، فكان يعرف عنها عن هويتها من خلال هالكارت. يعني حتى لدرجة أنه في صار في تزوير، يعني كانت ممكن تختار واحد من الأسامي التابعين هذه وتقول هذه أنا. مظبوط. ومو بهي. مظبوط. هتعرفي منين؟ يا إيه، فراح تكون صورة الوالي بالدفتر العائلة ومع أسماء التابعين، هو يعطيها الدفتر هذا وهي تعرف على نفسها في أي جهة حكومية، حتى في المحكمة وصل موضوع للمحكمة نفسها، يعني في صك الإرث، حصر الورثة وما إلى ذلك. فكان يتم التعريف عنها بدفتر العائلة، وكان يصير كثير أنه يسرق ورث المرأة، يتم الاستيلاء على حقوقها، فتح شركة باسمها وهي ما تعرف أنه مفتوح شركة باسمها، يعني وفي الأخير تحصل على اسمها ديون كثيرة وتنسجن هي، والسبب أن زوجها جاب امرأة أخرى تعرف على أنها هي اللي موجودة بالكرت هذا. يعني ظلم صراحة، يعني مصيبة. هذا كرت العائلة جاب مصائب كثيرة. تفتكري خليني أسألك قبل ما تكملي، ده الكرت العائلي ده مازال معمول بيه؟ معمول فيه بالقرى والهجر. أوكي. المحافظات المتشددة اللي يمنع فيها بعض الأولياء أنه يصدر بطاقة أحوال للمرأة اللي هم معتقلات المنازل اللي ترفض الدولة والسلطات السعودية مساعدتهم. إذا نحن عدنا إلى ولي الأمر مرة تانية. إذا خليني بس نقطة أخيرة. تفضلي. إنه دفتر العائلة كان يقدر يزوج، يعني مثلا واحدة من بناته في الأسامي التابعين هذا يقدر يزوجها. أنا صار لي الشيء هذا شخصيا، كان عمري 9 سنوات فزوجني بناء على دفتر العائلة. طيب خلينا نشوف سارة وهي بتتكلم عن دفتر العائلة في الفيديو الخاص بتاعها. وزي ما قلنا أحيانا التعبير عن رفض أمر ما بيجي بصور كتيرة، دي صورة من الصور، تعبير سلمي، لكن الحقيقة وقف ناس كتير عند يعني اللي بيحصل لبنات كتير في السعودية. تفضل نشوف الفيديو. وهذا دفتر العائلة اللي يرمز للولاية، اللي يرمز لتبعية المرأة، راح أحرقه احتجاجا على وجود السجينات المنسيات وفتيات دور الرعاية اللي تم سجنهم بس عشان ذنبهم إنهم عصى أولياء أمورهم هو على ولي الأمر، احتجاجا على وجود نساء محبوسات في المنازل ما يقدرون حتى يطلعون طاقة أحوال لأن الشرطة
ما تساعدهم ولا تحميهم من أولياء أمورهم، والحكومة تعتبره شأن عائلي، احتجاجا على كلمة إن العنف تعتبره الحكومة شأن عائلي. ولما أولياء الأمور مثل ذولي المنحرفين البيدوفيليين لما يبلغون علينا تغيب عقوق وإيواء متغيبة، طالبون بالحق العام والحق الخاص. أهو نحرق دفتر العائلة، خلينا نحرق دفتر العائلة. أول شيء نحرقه من صورته. طب واو شعور جميل لما تحرقي رمزية كانت ترمز لاستعباد المرأة لامتهان المرأة. آخر حاجة حاب أسألك عليها، أنا اللي فهمته أنه بطاقات الأحوال للمرأة لم تستخرج إلا في الستينات، هل ده حقيقي؟ لا غلط، عام 2002 بدأ المشروع هذا، وعلى فكرة ما تقدر تطلع بطاقة أحوال إلا بموافقة ولي الأمر، فبدأ الموضوع لين ما سنة 2006 2007 سمحوا لها أنها تطلع بطاقة أحوال إذا كان معاها جواز سفر لوحدها أو تعرف عليها امرأة. ف 2002 2003 كان لازم ولي أمرها هو اللي يطلع لها البطاقة، يأذن لها يوافق إنه تقدر تطلع بطاقة أحوال. شوفي هوية وطنية، إحنا نتكلم هوية وطنية، فهو كان يأذن لها إنها تأخذ هوية وطنية من عدمه، يرضى أو لا. ولحد الآن موجود الشيء هذا، لكن بصورة أخرى إن النظام لا يجرم ولي الأمر، أفعل ولي الأمر بمنع الفتاة أو المرأة وحتى أيا كانت زوجته بنته أخته إنها تطلع بطاقة أحوال. يعني إذا قال لا ما تطلع، النظام لا يعاقبه. فمن 2007 2008 بدأت المرأة السعودية تقدر تطلع بطاقة أحوال، إذا كان عندها جواز سفر تطلع بطاقة أحوال لحالها، إذا عندها جواز سفر أو تعرف عليها سيدتان يعني امرأتان. أنا فاكرة إنه إحنا عملنا حلقة على الموضوع ده فعلا. أوكي طيب سارة، خلينا نتعرف عليكي أنتي، احكي لنا بداية قصتك. هذا هو اللي راح أبدأ فيه. مثل ما قلت لك أنا تعودت معاكي دائما أتكلم بشكل عام، لكن هالمرة راح تكون مختلفة جدا، راح تكون مؤثرة لأنه راح أتداول قصتي بشكل شخصي جدا. أنا نشأت في عائلة غلب عليها طابع العنف سواء من الأب أو الأم. الأب والأم مع الأسف الشديد يعني التعنيف كان متواصل. من صور التعنيف اللي كنت أتعنفه يعني من نعومة أظافري، كان من 6 سنوات تقريبا، يعني من بديت أوعى على الدنيا يعني. فكنت دائما أتعرض لضرب مبرح، شد شعري، المنع من الأكل، أحيانا كانوا يربطوني عند باب الحمام ويضحكوا قدامي، فأحيانا حتى هو كان يأخذ العقال ويضربني فيه، فالأم كمان كانت تأخذ العقال منه وتضربني فيه، لأنه كانت تقول لي أنت السبب اللي خلتيني أجلس مع أبوك وما أدري إيش الكلام هذا، فكانت تعتبرني أنا الشماعة للمشاكل تبعها. هي على فكرة مو سعودية الأصل، هي من مصر. مع أنه أنا ما كنت أشوف يعني أي عطف سواء منها أو منه عموما. المهم كان في عاملة منزلية هي اللي كانت تعطف علي، ما كانت مسلمة، فالأب والأم المسلمين كيف كانوا يتعاملوا معايا؟ بعنف، باضطهاد يومي بشكل يومي. كان عندي أخ أصغر مني، فكانت تقول له هذه أختك، يعني تقلل من قيمتي قدامه. كانت ما تخليني يعني لدرجة أني أكل، يعني تخليني أكل في المطبخ وهو يأكل معاها هي والأب. أنا قاعدة أشرح لك صور التعنيف اللي كنت أتعرض لها. كان عمرك قد إيه لما كان ده بيحصل لك؟ 8 و9 تقريبا، 7 و8 9 10، يعني مستمر، عنف متواصل يعني. فهي كانت تحب تضطهد البنات، الوالدة كانت ذكورية جدا، تحب تضطهد البنات بشكل مو طبيعي. فالأولاد كانت تعاملهم معاملة خاصة، لكن البنات كانت تضطهدهم. من صور الاضطهاد كمان إنها كانت
كان موجودة العاملة المنزلية، لكن تخليني أنا أنظف كعقوبة، مثلا أروح أغسل الصحون، كان عمري 7 سنوات وثمان سنوات تخليني أنا أغسل الصحون، مع أن العاملة كانت تمنعها من الشيء هذا، يعني العاملة كانت تحن عليا. العاملة على فكرة كانت مسيحية، فأنا كنت إيش أسوي؟ أروح أنام مع العاملة المنزلية، ويعني ألتجئ ليها يعني حتى تحميني من تعنيف الأب أو الأم. طيب، من صورة التعنيف كمان اللي كانت تعنفني إياه، إنها كانت تحبسني كمان بالحمام، يعني كانت سادية تتمتع فيها الأم والأب كذلك. يوم من الأيام كانت الأم طالعة مع صاحبة ليها، أتذكر هذا الشيء، كان عمري 8 سنوات. الأب تحرش فيني، أنا جلست أبكي، يعني حتى أتذكر يعني الطفل لما يعني تعرفي لما بيتعرض لموقف كذا، ما كنت عارفة إيش أسوي، فكنت أبكي في زاوية، أتذكر كانت الزاوية هذه في الغرفة، فكنت من زاوية في الغرفة أبكي، يعني حتى شوف أتذكر لحد الآن الشيء هذا، الواحد صعب ينساه. فكنت أبكي، فهي رجعت فقالت إيش قاعدة تبكي إنتي؟ كانت العاملة مو موجودة حتى، كانت مطلعها لأنه كان مسكننا بعمارة، وكان كل طابق كان في واحدة من زوجاته، الوالد كان متزوج 3 4 زوجات ومسكنهم في عمارة واحدة، فكل زوجة لها طابق. المهم، فكان مرسلها لواحدة من الزوجات، فلما شاف الأم المهملة طالعة مع صاحبتها وهو بيدوفيلي، قلت لها، لأنه أنا ما كنت عارفة كيف أوصف، بس أنا أتذكر أنا قلت لها، يعني كنت لابسة بنطلون بيجامة، فقال شال البنطلون ولمسني. إيش مفهوم. سوت؟ إيش سوت هي؟ كانت تضربني، قامت حتى تعضني هنا، أنا حتى معلمة العضة حقتها هنا على فكرة. ليش معلمة العضة حقتها لحد الآن؟ لأنها بعد ما عضتني راحت جابت معلقة وحطتها فوق البوتيجاز، شغلت البوتيجاز وحطت المعلقة حارة وحطتها فوق العضة عشان تعلم. فكانت تقول لي عشان تتأدبي ما تكذبي على أبوكي مرة ثانية، وهو جالس يضحك، يعني أنا أتذكر نظراته الشيطانية وقتها، إنه كيف هو فرحان إنه هي جالسة تدافع عنه وعن قذارته، I'm so يعني sorry يا تتسكر. سارة. يعني عارفة أنا آسفة جدا اللي أنتي مريتي بيه، وبيسمعوكي النهاردة بنات زيك ما حدش صدقهم. يعني كم مرة على البرنامج ده إحنا قدمنا حلقات عن بنات قالوا إن ده حصل فيهم والأم هي اللي كانت بتدافع عن الأب. لكن ناس كتير ممكن تقولك إيه ده، إيه علاقته بالإسلام؟ ما ده ممكن يحصل في أي حتة. علاقته بالإسلام إن واحد عنده أربع ستات وما زال بينظر للطفل على إنها اللي بنته ولحمه ودمه على إنها مطمع ليه، وشيء ممكن يستخدم، إنه الإسلام لم يغيره، لم ينقيه، لم يطهره، لم بالعكس، الإسلام يشجع على الفعل هذا، وبقول لك ليش. أنا عارفة ليه، بس المهم أنتي كملي حكايتك. يا عيني يا بعد بنتي. كذا صار بعدها بفترة، كان في أخويا اللي أصغر مني، الأب بعد ما الأم راحت، كانت راجعة رايحة لمصر وقتها تروح تزور أهلها، فتركتني أنا وأخويا مع العامل المنزلية والأب البيدوفيلي. الأب البيدوفيلي استغل الشيء هذا كالعادة وتحرش مو فيني أنا بس، كمان بأخوي الأصغر مني. بعد ما هي رجعت، أخويا قال لها الشيء هذا، هو تكلم وقال أيوة لا تتكلم على أبوك كذا، راح تسوي زي أختك، أختك علمتك تتكلم عن أبوك بالشكل هذا، غلط تتكلم عن أبوك. وأنا لما أنا صرخت عليه قلت له أنت ليش تسوي فينا كذا؟ يقول أنت ومالك لأبيك، الرسول يقول أنت ومالك لأبيك، والواحد يعني انصدم، يعني بعد ما كان يتحرش فينا يروح يصلي صلاة العصر، أنا هذه اتذكرت، كانت يعني صلاة العصر يقول، وبعد ما يرجع يكمل،
يعني حتى كان يلمس اخوي، انا اشوفه قدامي، انا كنت مرعوبه اروح لانه كان يسكر الباب على العامله عشان ما تطلع، عشان ما تشوف اللي قاعد يسويه بنفس اللحظه. بس هي كانت حاسه انه في شيء غلط، لانه انت عارف وضع العاملات المنزليات في السعوديه كمان بيتعرضوا لاصطهاد كبير، فما أيوة بالك لما طبعا. بتشوف هذا جالس يصير. يا فكانت تقول هذا ماما ليش يروح يترك بيبي لوحده كذا، معلوم هذا بابا خربان، يعني يا تقول كذا، يعني تذكر الكلمات هذه كأنها حاصلة اليوم، تخيلي. يا فالطفل يتجاوز، يمكن يتجاوز صدماته، لكن مستحيل ينسى اللي صار له. يعني كثير يقولوا الواحد ينسى، الواحد ما ينسى، في أشياء الواحد صعب ينساها، يا لكن يستخدمها كمصدر قوة ليه، احنا مو مصدر ضعف. يعني قدمنا حلقات عن التحرش في العيلة والأمور دي، وبحثنا عن كتير من الإحصائيات. في إحصائية واحدة لقيتها، ده كان من كذا سنة يعني، كانت بتقول إن 27% من الأطفال السعوديين حصل لهم تحرش من حد في العيلة. طبعا للأسف ده، بس ده يعني انتي أكيد مش في الإحصائية، وآلاف زيك أكيد مش في الإحصائية. لا، لأنهم فالنسبة يحاولوا غير عادية يعني. 27% دي اللي الحكومة لقتهم، لكن يعني على الأقل. لاني راح اجي لك في الموضوع. موظف النيابه قال على الاقل 70%، ده أكيد، ده أكيد. طيب، نسبه مرتفعه مره. دي كانت بداية ال يعني اضطهادك وتعذيبك وتعنيفك وكده. بعد كده الخطوة اللي بعد كده، انتي قلتي انك تزوجتي في سن صغير جدا، ممكن تحكي لنا القصة دي او ايه اللي على بالك بعد ايه، كده؟ 9 سنوات، 9 سنوات زوجني الاب باستخدام دفتر العائله، لانه كان مديون لرجال. بالعكس الرجال هذا انا ما شفت منه شر، بالعكس شفت منه كل خير، فما ادعو على روحه الا الرحمه، لانه توفى وعمري 12 سنه، يعني صرت ارمله وعمري 12 سنه. فسبب تزويجه لانه كان مديون لهذا الرجال، أي فقال انا ما عندي الا البنت هذه، خذها علشان اسدد ديني فيها، يعني انا كنت الضمانه اللي يسدد فيها دينه. أي الرجال هنا انصدم، يقول انت تبيع بنتك؟ قال له انا ما عندي الا الحل هذا، لاني انا مديون ومعسر والكلام اللي تبعه هذا. يا فالرجال قال انا راح اخذها بس علشان ما تبيعها لواحد غيري، لان مثل ما سويت معي كذا راح تبيعها لواحد ثاني. فالرجال كان يعني هذا شيء يعني قليل، يعني يمكن انا ما ادري هل كنت محظوظه او غير محظوظه، ما ادري، بس يعني دي من نادر رعاية ربنا الواحد. ليك يا بنتي. يا هذه فعلا من رعايه الرب لي فعلا، سارة، ومعجز. انت عرفتي حاجة عن جوازك ولا قالوا لك احنا جوزناكي؟ ازاي ده حصل بالنسبة لك انت؟ لا قالوا لي انك انا سمعت هي الأم والشيء هذا، استغربوا منها، تقول هذا أبوك زوجك وانت عمرك 9، يلا باقي شوي وتروحي عند زوجك، يعني قالتها حتى ببرود. بس أنا ما كنت مستغربة، لأنه عقلي مبرمج إن هذه الأم وهذا الأب أعداء لي، فلازم أحمي نفسي منهم، فما كان يأثر كلامهم السيء ضدي، ما كان يأثر فيني، فأنا عارفة إني لازم أحمي نفسي منهم بأي طريقة أو أي وسيلة، يعني أبعد نفسي أتجنبهم بقدر الإمكان. فبعد الشيء اللي أثر فيني اللي كان يحسسني بالأمان كمان، إنه وجود العامل المنزلي اللي قلت لك مسيحية، فكنت أشوفها تدعي بالطريقة هذه قبل ما تنام وتمسح كذا على راسي، فكانت تحضني وما أفهم الكلام اللي هي تقوله، عرفتي؟ أنا أتذكر هولي فاذر، فكانت هذه اللي كانت أتذكره. بتصلي من أجلك. أنا كذا حسيت، فهذا اللي كان مخفف عني يمكن، أو هذا اللي خلاني أتجاوز الألم اللي سببوا لي فيه الأب والأم هذول، اللي يعني متبرني الأمومة والأبوة متبرية منهم صراحة. غريبة قوي إنها كانت يعني، هو طبعا كلمة to pray for our holy father, that's his name، لكن هو ده اسمه يعني، لكن إنها تقول holy father يعني الله القدوس، وأنت الأب القدوس، وأنت عندك أب لا يقترب من القداسة في شيء. يمكن دي كانت صورة أخرى
ازاي الله انا ممكن يكون افتكرتها ابوكي؟ قلت لها هذا ابوكي، لانها كانت تقول الاب، عرفتي؟ قلت لها ايش قاعده تقولي؟ قاعده تتكلم عن الاب. قلت لها هذا ابوكي؟ قالت لا، هذا السيد المسيح. فلما آمين. قالت لي فلما قلت كذا، قالت انا اصلي انه يحميكي دائما وينجيكي. آمين. فانا ما انسى كلامها هذا، آمين. انه ينجيني. ما كنت اعرف من ايش ينجيني وليش قالت ينجيني. فكان يعني وانا اسال نفسي يعني اشياء كثيره صراحه، فضيق الوقت انا ما اقدر اشرح. مرت الايام والوالد هنا، الاب هنا، تمادى بتصرفاته اكثر، فاغتصب مين هنا؟ قبل ما يغتصبني اغتصب اخويا الاصغر مني، وطلعت الام تقرير في هذا. فلما تشوف الأب والأم هذا بالشكل هذا، الواحد يعني الواحد ينصدم. مو يكره فقط الدين، لأنه أنا مشكلة يوم كنت أروح أتصل بعمتي أشتكي لهم وكذا، يقولوا لي كلمة واحدة: أبوك وأمك مهما سووا فيك هذا شيء طبيعي، لأنه في آية في القرآن تقول وبالوالدين إحسانا. طيب بالوالدين إحسانا، الأب والأم هنا يعني مهما سووا في عيالهم الواحد يعني يسكت؟ قال تطيعوا أبوك، تطيعوا أمك. طيب نطيعهم على إيش؟ المصيبة هنا يعني لما أبوك يعني يشيل عنك الملابس ويوريك فيلم إباحي، ولا يوري الأب هذا الأخ الأصغر منك يروح يجيب له لعبة ويروح يستدرجه علشان يغتصبه. يعني الأب هذا لا عفى ولده ولا عفى بناته، لا ولا عفى بناته. يعني الواحد ينصدم كده. لازم لازم نقول هنا لأي حد بيسمعنا إنه لو كان ده حصل لك أو لو كان ده حصل لك، لازم تتقدم ببلاغ، لازم تعرف إنه في حماية ليك من عند الله. حتى لو الحكومة اللي أنت فيها ما حمتكش، ليك حماية من عند الله، ومش دي صورة الله، وده مش صح، ومش لازم يحصل فيك أبدا، وأنت لأن مش حاجة غلط أنت عملتها أو أنت عملتيها. اتفضلي. السعودية تتستر على اغتصاب المحارم بشكل مو طبيعي. لو انت رحت الشرطة مثلا، الدول الإسلامية كلها، مش بس السعودية، الدول الإسلامية كلها. لأن الإسلام نفسه يعني لما يكتب لك الكتاب، لما يجيك شيخ يفسر لك وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أفا، أعطى قداسة مو طبيعية لأي أب وأم مجرمين يجرموا بأولادهم. انت يعني عندك قصة الداعية ولا الشيخ اللي اسمه الغامدي ده، عملنا لها حلقتين ثلاثة، يعني قتل بنته you know، لا ما وما جرالوش حاجة يعني. لا 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 ما راح يصير له شيء، لأنه لا يعاقب الولد لا بوالده. يؤخذ يعني الوالد بولده. يس اي بالضبط، والأب صدق في ابنه والكلام الفاضي تبع الشيوخ يا الإسلام هذا. طيب فلما تشوفي منظومة الشريعة اللي تعطي كل الأعذار لأي أب وأم يجرموا في أولادهم، أنت يا إيش تتوقع هنا؟ كل المصائب راح تحصل، لأنه بيقول لك في مثل يقول يا فرعون من فرعونك ما لقيت حد يردني. اوكي سارة، الخطوات اللي بعد كده، انت قلتي ان جوزك مات، هل انت اتجوزتي الراجل ده فعلا، ولا رحتي بيته، ولا ما رحتيش بيته؟ لا ما رحت بيته، كان على أساس إنه ينتظرني أخلص المتوسط وأروح عنده. بس الرب كان له حكمته إنه يتوفى بسرطان في المخ، في الرأس، فراح سافر أمريكا فتوفى. فقبل ما يتوفى جاء زارني سلم علي فقط، هذا اللي أتذكر آخر مرة شفته فيها. لا لمسني ولا شيء، حتى ما تعامل معايا، ما اتذكر تعامل معايا بزوجة. يعني اتذكر بس حط يده على راسي وقال انتي مسكينة، بس قال، انا اتذكر انه قال انتي مسكينة. او هو فعلا معاه حق، يعني انه واحدة يشوف واحدة مسكينة، يعني هو شفقان عليا لانه شايف اب مجرم بيدوفيلي وام منزوع منها الامومة ولا عارف انها تكون ام حتى لبناتها ولا اولادها. انتي قلتي بعد كده انه والدك جوزك مرة تانية برضو بدون اذنك؟ أيوة 4 مرات يزوجني فيها ويتقاسم المهر مع الأم. يعني كانوا بيتقاسموا المهر بينهم هما الاثنين، فكانوا يزوجوني لمعدد علشان يطلقني بعد كذا، فلأنه علشان سن صغير وقتها 14 سنة،
17 سنة، 20 سنة، 19 تقريبا. فكانوا يزوجوني في المراحل هذه ويتقسموا المهر. بعدين أنا قررت إني أستقل، ساعدني وقتها أحد الأقارب. الوضع يعني رتبته على أساس إني أبعد عنهم، لأني عارفة إنه لا في قانون يحميني ولا في شرطة تاخذ لي حقي منهم. يعني أنت تعرفي في المحاكم السعودية إن إذا الأب والأم ضروك، إذا الأب والأم اعتدوا عليك، إذا الأب والأم تسببوا لك بضرر، حتى لو أي عضو من يدك، يعني قطعوا لك يدك، أي شيء، لا يتم معاقبتهم، لا يتم، حتى لا تقبل الدعوة. يعني إذا أنت ادعيتي عليهم في المحاكم، القاضي ما يقبل دعوة ضد أب وأم بحجة إنه لا، يعني دعوة الولد باطلة ضد أبيه وأمه، كذا حاطين. يعني هذه هي الشريعة اللي تطبق. دي أما أنت هي تكوني في دي الصورة الحقيقية لتطبيق الشريعة الإسلامية، دي الصورة الحقيقية. بالضبط الشريعة نعم. الظالمة، الشريعة الظالمة. كيف أنا حسيت إنه معجزة المسيح تحققت في حياتي؟ أنا هنا لأني أنا ذكرت كل شيء، يعني حتى ما ياخذنا الوقت، لأن أنت عارفة وقت الحلقة بص ضيق يا سارة، الحد. انت دلوقتي يعني بتعلني للمشاهدين أول مرة إيمانك بالمسيح، مش كده؟ أكيد أكيد، يا وهذا هو، هذا هو اللي مريحني، وهذا اللي أحدث فرق بحياتي، يا هذا اللي نجاني من لحظة شديدة في حياتي، سواء يوم كنت طفلة أو يوم كنت مراهقة. يعني أسمع قصص بنات في السعودية، أنا لأني كوني من السعودية، فكانوا يتكلموا عن أشياء تحصل لهم بس ينتهي فيهم الحال يا بالسجن يا مقتولات. فأنا أقول كيف 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 اليسوع كذا أنقذني، كيف كيف معجزة المسيح نفسه يعني تمثلت فيني أنا، إنه yeah. إني أنجو نفسي من كل الأشرار اللي كانوا موجودين في السعودية، سواء كانوا من أهلي أو كانوا من السلطة. yeah. فلما أتذكر كل مرة، يعني كان في من الكتاب المقدس يعني آية كلام أحبه جدا، يعني ودائما أكرره بيني وبين نفسي لأنه أحدث لي فرق كبير بحياتي. لما يقولون انت كيف كذا شجاعة، ما تخافي من احد، لاني احس نور المسيح معايا، احس قوة المسيح فيني، سواء في عقلي في روحي، تقويني. حتى الاشياء اللي مريت فيها ساعدني ايماني فيه اني اتجاوزها. Yeah. فلما اتذكر والرب سائر امامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا أمين. تخاف ولا ترتعب، كل مرة أكرر هذا الشيء أتذكر، أرجع بالذاكرة ورا وأقول قد إيش هو وراني معجزاته بس ما عرف عن نفسه. يعني أنا ليش ذكرت كل الإجرام اللي سووه فيني أهلي؟ لأن بعد كذا يعني شين وقوة عين راحوا يرفعوا علي قضية عقوق وتغيب وهروب. القاضي بدل ما يحكم عليهم، المفروض ينحكم على الأم 80 جلدة، المفروض ينحكم على الأب 80 جلدة، المفروض ينحكم عليهم هم الاثنين بالسجن، المفروض هم اللي يتعاقبوا، مو استني، أنا اللي انت أتعاقب. دلوقتي الام والاب قدموا ضدك بلاغ عقوق، اوكي؟ كان عندك كم سنة في الوقت ده؟ 30 سنة يا ماني، 30 سنة. شوفي 30 سنة، يعني بدل ما يعتذروا مني على اللي سو. أنا عموما يعني الواحد يعني لما يبتلي بهالأب وهالأم يعني ينسى، يفضل يعني وضعه، وضع اليتيم أرحم منه على الأقل، اليتيم يعني يدعي لهم بالرحمة، عرفتي؟ لكن اللي مثل بيدعي عليهم، فهمتي؟ طيب، أنا أقول لك 30 سنة قدموا ضدك بلاغ، وقفتي في المحكمة، هل أخبرتي القاضي بكل اللي عملوا فيكي أبوكي وأمك؟ برافو عليك يا أماني، سؤالك جدا جميل وجدا مهم عشان المشاهد يعرف ايش اللي انا سويته. انا ما تركت مركز شرطة، انا رحت للنيابة، رحت للإمارة، قدمت الشكاوي حتى للحماية الاجتماعية، ما خليت ولا جهة حكومية، جمعية حقوق الإنسان، كل الشكاوي ضدهم هم الاثنين، هم الاثنين، ما تركت يعني اي جهة مسؤولة عن تلقي العنف، لانه العنف الأسري غير مجرم في السعودية. ما تركت، حتى رحت اشتكيت للشرطة، والبلاغات موجودة، حتى كان في قضية تحرش مرفوعة على الأب، وفي تقارير طالعة سواء من مستشفى الشميسي ولا مستشفى حي السلام وقتها. لكن رد القاضي إيش كان يا أماني؟ هذول أمك وأبوك مهما سووا فيك لازم تصبرين. هو ده طبعا لأنه قاضي شرعي.
لأنه ده هو يعتمد على القضاء. الشريعة، والشريعة تقول الوالدين الوالدين وبالوالدين إحسانا. إن فاكت يعني بالواقع هو لما حكم عليا جاب لي كم آية من القرآن وحطها للحكم كذا، يعني علشان يعني يخلي الحكم عليا أكثر قساوة ومبرر، يعني طب يبرر هو الحكم. اداكي حكم 80 جلدة مش كده؟ ايوه يعني اشوف الحكم هذا علشان المشاهدين يفهموا اي الواضح. يا واضح؟ واضح. اوكي، مكتوب ايذاء وعقوق الوالدين، فهو يقول لك هنا بالآية: وهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اللي فاسدين هذول هذا الاب والام، نعم. اللي قطعوا الارحام الاب والام هذول. فيقول لك ايش كمان هنا؟ الرسول قال انه الشريعه والسنه مو مصدر الحكم في السعوديه، مو مصدر الدستور السعودي. يقول لك القران والسنه، ها مو بس ايه. يقول لا انبئكم باكبر الكبائر. يقول لك يا رسول الله الاشراك بالله وعقوق الوالدين. طيب عقوق الابناء، انتم ليش تعاقبوا الابناء على عقوق الوالدين ولا تعاقبونهم على عقوقهم لابنائهم؟ مو بس كذا، يقول لك ايش كمان؟ يقول لك من ارضى والديك فقد ارضى الله، ومن اسخط والديك فقد اسخط الله. يعني الاب والام على هالشاكله حلال انك يعني تعقهم، لانه انت تنجو بنفسهم. يعني الواحد ايش يكون؟ يعني يكون مجرد بضاعه يتم المتاجره فيها بين الاب والام، يكون مجرد يعني كيس ملاكمه يا ده الاب حكم، والام يضربوا ده فيه. حكم اسلامي، ده يعني مفيهوش. انت عند اللي انت بتقوليه ده حيثيات الحكم اللي صدر ضدك مش كده؟ ايوه، فايش الحكم كان عشان يفهم المشاهد؟ فحكمت بإدانتها بعقوق والديها والتلفظ عليهما وعدم طاعتهما، لذا قررت سجن المدعي عليها بالحق الخاص هنا، لأن الدولة تعتبر العنف شأن عائلي، لكن الدولة تتدخل في معاقبة الأبناء على حقوق والديهم، ولا تتدخل في حماية الأبناء من إجرام والديهم. شفت الفرق هنا يا أماني؟ فرق طبعا. يا فرق بصراحة. فالحق الخاص، الحق الخاص اللي هو الأب والأم هنا. طيب اي شهرين، يعني أنا بالشهرين. الحق العام، الحق العام 4 شهور. يبقى شفتي يا المجمل عم؟ 6 شهور. 6 شهور المجموع. غير كذا جلدها 80 جلدة على قضية العقوق والتغيب. فالجلد 80 جلدة مقسوم على 40، كل أسبوع 20 جلدة. المفروض يعني يجلدني على كل أسبوع جلدة، على أن يكون بين أسبوع، بين الجلد والآخر أسبوع، يعني كل أسبوع لازم أنجلد، لازم يعني أنجلد يا دوب لسه ما 90 جلدة. خفتيش من ظهرك، ما خفش يجلدوكي. وعشان يفهم المشاهد كيف عملية الجلد تتم من قبل رجل مطوع وبالصوت. شفت الصوت هذا؟ هذا هو اللي يتم عليه الكرباج الجلد، بيقولوا عليه الكرباج بمصر. أي عشان يفهم المتابع بأي وسيلة يتم فيها الجلد. وأحيانا بعصا، مرة يعني اللي هي تكون مرة كذا نحيفة بس بس طرية، فيها بتبقى بيقولوا عليها الخرزانة في مصر. وتكون قاسية، والمرأة نفسها لأن الرجال هو اللي يجلدها، فلازم تلبس عباية سوداء بس تكون العباية خفيفة علشان يعلم الجلد على ظهرها، بس علشان أعطي فكرة للمشاهد عن إيش هو الجلد. غير سارة، كذا أنا عمري ما كلمت مع حد انجلد قبل كده. أنت شعورك كان إيه؟ حسيتي بإيه؟ إحنا بنشوف أنا فيديوهات. جاياك معجزة، أنا جاياك في معجزة المسيح الآن معايا. كيف كانت المسيح؟ أنا وقتها لما استلمت الحكم هذا، أنا قلت أنا ما كنت أعرف حتى كيف أدعي، لأنه أنتم تعرفوا أنه بالسعودية ممنوع الكتاب المقدس يكون، فكنت أقرأ في الإنترنت يعني. والأشياء اللي حسيتها من السيد اللي كانت تحميني من عنف الأب والأم ضدي، فكنت وقتها تذكرت المسيح كذا فجأة جاني في بالي، والقاضي يقرأ علي الحكم هذا، فكنت أقول يا مسيح نجني نجني منهم، لاني تذكرت كلمتها يوم تقول انا جالسه ادعيك انه رب ينجيك منهم، الرب ينجيك منهم. قالت الرب ينجيك منهم، تتذكر لما قلت لك اياها؟ فانا قلت لك انا ما كنت اعرف. فكانها كانت يعني تستشف انه راح يجي اليوم هذا اللي راح يكون ضد الحكم هذا، مع انه كان عمري تقريبا 11 سنه،
ال12 قاعد تقولي كذا. فهي وقتها انا ناديت المسيح انقذني. فجأة كذا الحكم راح للاستئناف ورجع مرة ثانية، لأن القاضي كان رافض يخاطب الإمارة ليش قضية التحرش ما طلعت والإمارة تتحفظ عليها، لا تريد إخراجها بعذر أنه لابد أن يتم التستر عن الأب للحفاظ على الروابط الأسرية. الحين يعني هو تحرش واغتصب أولاده، هذا دمر الروابط الأسرية كلها طبعا. فلما أنا أستقل وأحمي نفسي وأعيش بيت لحالي بعيد عنه، هنا أكون أنا اللي خربت الروابط الأسرية هذه اللي هي مهترية أصلا. فالمسيح هنا بانت معجزته أنه لما أنقذني من الحكم هذا، يعني أنا حتى المعجزة اللي صارت في بنات غيري كثير، يعني أنا أسمع كثير حكموا كثير جلدوا وقضوا عقوبة العقوق، لكن ما أدري كيف المسيح كذا جاني أماني وأنقذني فجأة. غير كذا كان في منع سفر سنتين ما رح للتنفيذ. كيف القاضي ما أرسل منع السفر للتنفيذ؟ هنا كانت معجزته إنه في اليوم اللي تم إقرار قانون إلغاء إلزام المرأة بموافقة ولي الأمر لسفر المرأة، كذا شيء ناديني يقول جاء الوقت إنك تطلع بسرعة من هالبلد. كذا حتى ما عرفت إيش أحط بالشنطة، ما أدري يعني كذا في جاي صوت كأنه يقول اللحظة اللي ناديت فيها اليسوع في المحكمة. هللويا. You know، عارفة يا سارة في يعني في آية يعني كانت معايا. في آية في الكتاب المقدس بتقول إن الله له في الموت مخارج، وإنه هو اللي بيقول الكتاب إنه هو الجاعل في البحر طريق، اللي هو بيقول عن نفسه أنا أمهد الطريق أمامك. يعني دي كلها وعود من الله تحققت في حياتك وانت حتى مش عارفة قوته ولا قدرته قد إيه. المجد للرب. أنا أقول لك السيدة هذه يعني أنا مو عارفة حتى أوصل ليها، لكن كانت تقول أصلي لك إنه الرب ينجيك. أمين. والرب في لحظة ما كنت عارفة إيش أسوي فيها. أمين. وكنت بين الحياة والموت إني أنسجن وأقعد طول حياتي في السجن، لأنك أنت عارفة في السعودية البنت ما تطلع إلا بموافقة ولي أمر حتى لو انتهت محكوميتها، وإلا راح تكون طول حياتها بالسجن. ولا الجلد اللي راح أنجلد كل أسبوع 20 جلدة. يعني كان في معجزة. أمين. معجزة المسيح نفسه تمثلت فيني أنا لما آمنت فيه في اللحظة هذه. أنا آمنت فيه بشكل جزء لأني ما كنت أعرفه كليا، لأني أنا وده طبيعي، ده عادي يعني. انت عارفة انه ممنوع حتى الواحد، كنيسة مو موجودة في السعودية، السعودية الدولة الوحيدة في العالم اللي منع وجود الكنيسة. قوليلي سارة، انت قلتي في الوقت ده انك كنت بتقري على الانترنت وكلمنا عن بعض تلاقيكي مع عمل قناة الحياة داخل السعودية في الوقت ده، تقدري تكلمينا عن الفترة دي، البرامج اللي شفتيها؟ شفتي برنامج المرأة المسلمة؟ كنت بتقري يعني المرأة المسلمة من بين البرامج اللي شفتها، بس طلعي أكثر كمان البرنامج الوحيد اللي هو اللي كان يتكلم عن المسيحيين والعابرين اللي هو برنامجك، والمواعظ ما يكتب عن الإنجيل. فكنت أروح أكثر شيء للصفحات، لأنه كان في السعودية في مشكلة إنه في الحجب المواقع كانوا بيشفروها، لكن كنا دايما بنلاقي طريق ندخلها، لأنه في داخل السعودية كتير من الستات جوه السعودية كانوا بيكلمونا على البرنامج، يعني أو على الهواء أو على الصفحات. فنشكر الرب من أجل ده، يعني احنا التقينا قبل ما نلتقي، نشكر الرب من أجل ده. فكانت معجزة الرب إنها يسر لي الأحداث هذه حتى أني أوصل لحد الآن وين وصلت، أني أطلع في البرنامج اللي كنت أتابعه وأنا في السعودية. أنت عارفة دي شهادة لعمل الرب. عايزة أقول أنه لأن السنة دي السنة 20 لقناة الحياة، إحنا كل خبر وكل شهادة
وكل حياة بتشهد ليسوع زي كده يا سارة بنقدمها لمجد اسمه، بنشكره جدا من أجلها. أنت غالية جدا على أسرة قناة الحياة دلوقتي. شكرا لمشاركتك معانا. شكرا ليكي، ويعني أنا وأنا أحكي لك عن اللحظة اللي كنت فيها في المحكمة، إنه المسيح في اللحظة اللي نجاني فيها من حكم العقوق اللي صدر ضدي 6 شهور سجن ومنع سفر 2 سنة و80 جلدة، يعني هنا تعظمت في روحي معجزة المسيح. هللويا هللويا. قولي لي بعد كده، بعد ما خرجتي بقى، احنا في الحلقة اللي فاتت انت قلتي انه انت لما قدمتي البرنامج مع اول برنامج مع جعفر اتصلوا بيكي وقالوا لك ما تتكلميش وكلام من ده. احكي لنا الحكاية دي وازاي ابتدت بداية اعلانك لإيمانك. بعد جعفر توك فعلا جاني اتصال مثل ما قلت لك، حتى بالحلقه السابقه كان الحلقه كان عرف على نفسه انه من نيابه القصيم، يقول لي انه انت ليش قلت لجعفر انه في ناقص، ليش ما شكرتي وسكتتي، ليش قلتي، ليش تكلمتي عن العقوق، ليش تكلمتي عن التغيب، ليش ما سكتتي يعني، وبعدين ليش طالعه ولابسه تنوره قصيره، ليش مو طالعه بحجاب. قلت أنا ليش أطلع بحجاب وليش أنا ليش أنا أسكت؟ أنا كمان غيرت دين، أنا اقتنعت في المسيح يوم أنتوا خليتوا الأب والأم يشتكوني عقوق، لأنه فعلا هو يقول ليش تتكلمي عقوق مع جعفر، ليش فضحتي يعني يقصد ليش فضحتهم قدام الإعلام الأجنبي، لأنه يسموه تخابر، يقول هذا تهم التخابر لأنك أنت تنقلي أسرار الدولة، العقوق أسرار دولة صارت. فقلت أنا آمنت في المسيح، أنا أتذكر قلت أنا آمنت في المسيح لأنه المسيح اللي أنقذني من حكم 80 جلدة و6 شهور سجن وأنا واحدة، حتى سوابق ما علي، ليش يدمر مستقبلي علشان أب وأم عديمين مسؤولية ومجرمين رافضين تعاقبونهم، يعني سواء الأم المعنفة أو الأب البيدوفيل اللي يغتصب ويتحرش بأولاد والأم اللي تتستر عليه وتتعاون معاه، المفروض تعاقبونهم. هذه قال لي هذه أنت يبغالك قصر قبع، يعني اعدام يبغى يقطع. انت تعرف انه في السعوديه الاعدام قطع الرقبه؟ نعم طبعا معروف. وده يعني ايقاف خدمات، يعني هو بيقول لك ان انت هيقام عليكي حد الرده، حد الرده، غير كذا راح يتم معاقبتي، غير كذا يقول انت بعد ما ترجعي كمان راح يرجعوا ال6 شهور، بس راح تكون اكثر من 6 شهور، وال80 جلده راح تكون 300 جلده، ما اعرف ليش قال 300 جلده. هو بيهددك بقى اي كلام، هو يعني بعد حد الرده هيجلدوكي بعد ما يقطعوا رقبتك ازاي يعني؟ فهو يعتبر فيهم، هو ما اتصل الا علشان يوصل لي مسج انه ينتظروا اني ارجع. بس معجزة المسيح كمان تمثلت بهذا الشيء، أنه نجاني منهم. كيف نجاني؟ كانت هذه معجزته، كانت هذه رسالته لي، أني أطلع من هذا البلد اللي اضطهدني، أني أطلع من، لأن هذا الدين أصلا ما كنت أعرفه، من يعني تركته تماما، مو قريب حتى ولا عمري 20، أنا تركته من يوم عمري 15 يعني بشكل نهائي، يعني لأني كنت مستغربة كيف دين كذا يعطي الحق للأم هذه والأب هذا أنهم يجرموا بحق بنتهم بحجة أنهم والدين وبالوالدين إحسان. شو الكلام الفاضي هذا؟ وخبرتك خبرتك في النقطة دي، خبرتك في النقطة دي بتتكلم عن خبرات ناس كتير. يعني أنا ما كانش في حياتي ناس بتعنفني، لكن كان في حياتي تساؤلات كتير عن تعاليم هذا الإله، كيف يمكن أنه يكون إله عادل، لحاجات كتيرة شفتها في المجتمع وكانت في حياتي وفي المدرسة وتحرشات يعني ما زلنا بنشوف ده حتى ولو ما كانش بشكل العنف اللي انت شفتيه. ضد المرأة ويعطي للرجل كمان يعني صلاحيات توصل حتى أنه يستخدم أبنائه، يزوج أبنائه. ليش إحنا نشوف أن التحرشات واغتصاب البنات تحصل أكثر شيء، الآباء لبناتهم تحصل أكثر شيء في الدول الوهابية الإسلامية؟
ليش نلاحظ مش بس اختزال؟ الدول الوهابية الإسلامية، أي دولة فيها منظومة إسلامية هي بتعتبر التعامل بين الـ الآباء والأمهات والأطفال هي مسائل عائلية. على فكرة إحنا في حلقة أنا عملتها سميتها مسائل عائلية، وكانت عن التغطية على كل الجرائم اللي بتحصل في البيوت بسبب انه دي حماية للإسلام واسم العيلة والكلام ده كله في دول إسلامية كثيرة. فدي مش في السعودية لوحدها، في السعودية هي مكبرة جدا لانه الأساس هو الشرع والقانون هو الشرع، و يعني بتتنفسوا الشرع وانتوا ماشيين. لكن الدول الإسلامية الأخرى اللي فيها قوانين مازال القضاء بيستخدموا القرآن والأحاديث وهم بينطقوا الحكم. لتبرير العنف ضد الأبناء، كمان في بيبرروا عنف الوالدين ضد أبنائهم. يا شوفي وين وصل الموضوع. يا سارة، سؤال ليكي. يعني احنا قلنا انه انت عملك النهارده كناشطة ده كان نتيجة للخبرات اللي انت مريتي بيها، لكن دي نتيجة إيجابية لخبرات سلبية، صحيح؟ اوكي صحيح. اوكي السؤال ليكي، انت شفتي ازاي؟ يعني ممكن ناشطة تطلع تتكلم لانها غضبانة من كتر الظلم اللي مرت بيه او الظلم اللي الناس بتشوفه، لكن ناشطة تعامل معاها الله بقى، ازاي ده ربنا غير، ازاي ربنا غير حياتك انتي واداكي ادوات جديدة تعملي في الحقل ده بإيجابية؟ المسيح لما أعطاني المعجزة هذه إني أطلع وأنجي نفسي ومن الحكم الظالم ضدي هذا، هو ما أعطاني فقط معجزة إني أنجو بنفسي، هو أعطاني كمان الحكمة، القوة إني مو أدافع فقط عن حقي بل حق غيري. أنا كنت كثير أفكر يعني المسيح كمان يعني أكيد له حكمة إنه أخرجني من هالظلم، إنه نجاني من الحكم 80 جلدة و6 شهور سجن وأنا سافر، إلا لأنه يبغاني إني أدل على طريق أنا ما كنت متوقع إني راح أكون أسير فيه. فدفاعي عن هؤلاء النساء، عن حقوق المرأة، كانت هي رسالة المسيح لي، مثل ما أنا نجيتك، مثل ما أنا اداكي دفعت حياة. وأعطاني حياة جديدة، هنا الوقت إنك تتكلمي بلسان كل امرأة تم إخراسها، لأن أنا كمان كان راح يتم إخراسي لو أنا دخلت السجن. فرسالة يسوع تمثلت إني أكون صوت كل امرأة، رسالة يسوع إني مو فقط إني أكتفي بالنجاة اللي وهبني إياه كمعجزة، بل أيضاً إني أكمل في طريق الدفاع عن حقوق الضعيفات من النساء اللي أمين. هم وجدوا بنفس الوضع اللي أنا وجدت فيه. الفرق إنه ما في أحد يتكلم عنهم أو يوصل صوتهم، خاصة السجينات، لأني أنا كنت راح أكون سجينة، أنا كنت راح أجلس بالسجن وأخلص محكوم 6 شهور. المفروض اللي يستلمني مين او يوقع اني اقدر اطلع او ما اطلع ولي هو أمرك نفسه طبعا. اللي هو اشتكى علي، اللي هو تحرش فيني، اللي هو اغتصبني، هو المفروض يجي ويوقع انها تقدر تطلع. بس احنا عارفين انه في ستات كتير بتقعد هناك بسنين ما بتطلعش. احنا فاضل لنا 3 4 دقايق تقريبا يا سارة. انتي مش بس ربنا ادالك الرسالة دي والقدرة على انك تقومي بالرسالة دي، لكن في حاجة مهمة قوي نفسي انك تفرحي بيها، وانا عارفة انك فاهماها والمشاهدين كمان يفهموها، انه المؤمنين بالمسيح، المؤمنين بالله، الرب بيقول كده في الكتاب انه اعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء الله. انت الان ابنة ولست عبدة، انت الان حرة في المسيح، حرة، حرية أكيد مسؤولة، ومش حرية في الخطية ولكنها حرية، في حرية ابناء الله.
كل أتباع المسيح هم أبنائه يا أماني، وإنت عارفة الشيء هذا، وأنا أنصح الجميع بقراءة الكتاب المقدس عشان يفهموا من هو المسيح، كيف هو طريقه. يكفي بس إن الواحد استشعر المسيح. أنا بس حابة أني أختم جزئية بسيطة، تفضل. إنه إجرام السلطات السعودية ليس فقط في منع الكنيسة، وليس فقط بمنع الوصول إلى الكتاب المقدس، بل أيضا في واشنطن السفارة السعودية تسلطت على مواطن سعودي اسمه حمد، منعته من أولاده إنه يشوف أولاده، حتى منعت طليقته وأجبرت زوجته إنه تتطلق منه، لأنه فقط وضع شجرة كريسمس في منزله، لأنه أولاده كانوا حابين يشوفوا شجرة كريسمس مثل أقرنائهم، مثل زملائهم في الصف اللي كانوا يحتفلوا بالكريسمس. فلما السلطات السعودية تعاقب مواطن بسيط لم حتى ما تكلم بالحقوق، الرجل هذا لم يتكلم بحياته في حقوق، وده مش بس مواطن جوه السعودية، ده كان في واشنطن في أمريكا. فكان هو مرافق لزوجته، لأن زوجته عنده بعثة اللي هي الآن أصبحت طليقته بسبب ضغط السفارة السعودية في واشنطن عليها. فإيش كان المشكلة؟ إنه بسبب شجرة الكريسماس، فكل جواسيس السفارة راحوا صوروا بيته وصوروا شجرة الكريسماس اللي كانت طالعة من النافذة، فقالوا له أنت ليش تحط شجرة كريسماس، وهذا اعتداء على الدين وعلى ثوابت الدين، وأنت تحاول تخلي أولادك مسيحيين. يعني السلطات السعودية تمنع حتى المواطنين إنه يتشاركوا في احتفال مع المسيحيين، حتى لو كانوا، مع ان المسؤولين السعوديين، شوف النفاق هنا، المسؤولين السعوديين سواء من العائله المالكه او من السفراء السعوديين يحضروا الدعوات والاحتفالات بخصوص اعياد الكريسماس وعيد راس السنه، بينما المواطن يتم معاقبته واجبار زوجته انها تتركه، ومنع طليقته انها ترسل. يعني الرجال يمكن تقريبا له 6 7 8 سنوات تقريبا ما شاف صور اولاده، ممنوع يشوف صور اولاده، وهددوا طليقته اذا ارسلت صوره اولاده راح يتم سجنها ومنعها من اولادها. واو، يعني هذه السلطات السعودية اللي تنادي بالانفتاح. الانفتاح مو معناته اني اجيب مطربة تغني لي، الانفتاح لما اضع حقوق مدنية، حقوق مدنية، واضمن المواطن حقه بانه يعيش بسلام بدون تهديده. سارة، احنا يعني اتكلمنا في المظاهر اللي موجودة في السعودية الآن، والهدف من إننا بنتكلم عن حقيقة الواقع الحقيقي اللي على الأرض دلوقتي، إنه يحصل فعلا تغيير حقيقي إيجابي في البلد دي، وكل بلد إسلامية بتظلم الإنسان. لكن إحنا النهاردة بنتكلم يعني إنسان لإنسان، بنقول إنه الله، الشريعة ظالمة للإنسان يا أماني، وأنت عارفة هذا. إحنا يعني، لا أنا عايزة أتكلم بقى عن دعوة الله للناس. أولا خليني أشكرك وأقول لك إنه إحنا فرحانين بيكي كأخت لينا في المسيح، بنصلي حماية الرب، بنتحد مع الست الطيبة اللي كانت بتصلي لك دي، ونصلي حماية الرب عليكي في اسم يسوع تمام. في كل وقت. لكن أنا مضطرة أختم لأنه فاضل 30 ثانية. الرب يباركك، وشكرا يا سارة. رب إحنا بنشكرك من أجل كل نفس تقدمت ليك وعاشت تحت حمايتك. بنسألك يا رب من أجل سارة ومن أجل الكثيرات مثلها في السعودية وخارج السعودية، إنك تعطيهم طريق للنجاة، وتعطيهم صوت، وتعطيهم رسالة تمجد اسمك. في اسم يسوع بصلي. أشكركم وإلى اللقاء.